في البداية أحب حضرتك تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة سياسيا واقتصاديا. هي طبعا زيارة مهمة بتجمل يعني إنجازات السياسة الخارجية المصرية وتجهيزات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة لبناء الدولة المصرية لاستقبال استثمارات أسبانية واستثمارات من الاتحاد الأوروبي، وده كان طبعا لا يمكن أن يتعدى إلا بتجهيز بنية تحتية من نقل ورقمنة للدولة المصرية والتغيير في التشريعات كما أشار التقرير في كثير من المناحي الذي أقدمت عليها الحكومة المصرية لتجهز مصر اقتصاديا لاستقبال طبعا استثمارات من كافة دول العالم ومن أهمها طبعا الاستثمارات الإسبانية، باعتبار أن إسبانيا ومصر يعني شريكان يعني مهمان لبعضهم البعض منذ تاريخ كبير عريق في العلاقات الإسبانية المصرية وتفاهم واضح من الجانب الإسباني لما مرت به مصر، وشكر طبعا رئيس الوزراء الإسباني على الحكومة المصرية ورئيس الدولة عبد الفتاح السيسي بأنه استطاع في فترة وجيزة أن يحقق هذا الإنجاز الكبير بكل حماس كما أشار. وكان طبعا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جملة مهمة بأن تطابق الرؤى المشتركة بين مصر وإسبانيا حول القضايا محل الاهتمام المشترك شمال أفريقيا، قضية سد النهضة، في رؤى واضحة جدا بين الطرفين المصري والإسباني، وواضح قوي أن يعني السياسة الخارجية المصرية حققت نجاحات في الاتحاد الأوروبي، جعل من دول الاتحاد الأوروبي تسعى بشغف لقصف ثمار النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة الموجودة في مصر الآن لتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا.